صباح الخير والأمل والسعادة على حضراتكم. يتجدد اللقاء وصباح دريم. اليوم في صباح دريم كما وعدناكم أمس نستكمل حوار عن دور المنظمات أو منظمات العمل المدنية. هل هذه المنظمات فعلا تتلقى التمويلات من الخارج وذلك بغرض عمل نوع من أنواع الأعمال التخريبية، وأيضا هل لها نوع من الأجندات تعمل بها في مصر وفي الدول العربية جميعا؟ هل فعلا ممكن تكون ثورة 25 يناير اللي نزل فيها الملايين، هل ممكن تكون كانت مؤامرة؟ هل يوجد فعلا لهذه المنظمات أجندة لإضعاف الدولة وأيضا إسقاطها؟ هنستكمل هذا الحوار مع الكاتب والباحث السياسي المهندس عمرو عمار بعدها وزي كل أسبوع، واختام صباح دريم معاني جديدة هنتأمل فيها في ديننا الحنيف مع الشيخ أحمد صبري إمام مسجد وخطيب مسجد السلطان أبو العلا. لكن كما تعودنا أول بداية لنا مع صباح دريم يكون من خلال قراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، بعدها مجموعة متنوعة من التقارير من الشارع المصري. مرة تانية صباح الخير، فاصل قصير ونبدأ.
برحب بحضراتكم مرة أخرى وصباح الخير، ونبدأ جولتنا الصحفية اليوم من جريدة الأهرام. الببلاوي تعديل وزاري محدود خلال أيام. في ختام مباحثاته السياسية واقتصادية ناجحة في السعودية، صرح الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أمس بأن العلاقات بين الدولتين وتعاونهما المشترك في أعلى مستوياته في شتى المجالات، وتناول صراحة فرص إدخال تعديلات على حكومته وربطها بقرار المشير عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. على صعيد التعديل الوزاري المرتقب، قال الببلاوي إن التعديل سوف يكون محدودا وسيتقرر إذا ما أعلن المشير عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، وسوف يشمل التعديلات المحدودة 3 وزارات هي الدفاع والاقتصاد والإنتاج الحربي. ننتقل إلى جريدة الوطن. السودان تستضيف اجتماعات النيل الشرقي دون مصر، والري نرفض الاعتراف بقراراته. أعلنت السودان أمس استضافتها لاجتماعات مكتب التعاون الفني بين دول النيل الشرقي الإنترو، بينما رفضت وزارة الري المصرية المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في العام المقبل، تنفيذا لقرار وزارة الري المتخذ منذ يونيو 2010، وذلك بعدم المشاركة في أنشطة المبادرة. أيضا خبر آخر من جريدة الوطن، والمالية تطالب الهيئات الحكومية بسرعة صرف الحد الأدنى للأجور. أصدرت وزارة المالية تعليمات مشددة للجهات الحكومية بسرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور للجهات التي لم تتمكن من الصرف حتى الآن. وأكدت الوزارة في بيان أمس أن المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي لهم قوانين ونظم مالية تماثل الحد الأدنى للأجور، وستتحمل الخزانة العامة مبلغ 12 مليار جنيه حتى 30 من يونيو المقبل لتطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور وعلاوة المعلمين والعاملين بالمهن الطبية. ننتقل إلى جريدة الشروق، واستعادة 1534 قطعة أثرية تمت سرقتها بعد أحداث رابعة. أعلن اللواء ممتاز فتحي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار أمس استعادة 1534 قطعة أثار تمت سرقتها من المتاحف خلال فض اعتصامي ربع العدوية والنهضة، على رأسها تمثال لبنت أخناتون. جريدة المصري اليوم، وخبر آخر، رفع الحواجز الأسمنتية من التحرير اليوم. أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة رفع الحواجز الخرسانية الفاصلة بين ميدان التحرير والشوارع المحيطة به اليوم بهدف رفع المعاناة عن المواطنين، وسيتم فتح ميدان التحرير وشارعي القصر العيني والفلكي. جريدة الأهرام، دواء هندي رخيص لفيروس سي. بعد شهرين من الضغوط الشعبية والدولية، نجحت الهند في التوصل لاتفاق مع الشركة المنتجة لدواء الالتهاب الكبدي الوبائي لإنتاج الدواء محليا بالهند وبأسعار زهيدة في متناول المرضى، وهو ما وصفه المراقبون بأنه اتفاق نموذجي ينبغي على كل دول العالم الثالث النامي التي تعاني نسبة كبيرة من شعوبها هذا المرض أن تحذو حذوه. مرة أخرى مع جريدة الشروق، وخبر آخر، واللواء كوريتم، عقوبة الحبس وجوبية في قانون المرور الجديد. قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مدحت كوريتم أن عقوبة الحبس سوف تكون وجوبية في قانون المرور الجديد، وقال أن أبرز ملامح مشروع قانون المرور الجديد مضاعفة الغرامات المادية وتجديدها وصولا إلى عقوبة إيقاف الرخصة والحبس. والله أفلح إن صدق. إحنا مشكلة إن إحنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من القوانين، لكن في التطبيق بيبقى موضوع آخر. ننتقل إلى جريدة الجمهورية، فريق من كوادر المحطات النووية يتوجه إلى أمريكا وكوريا للتدريب. توجه فريق من كوادر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب والإعداد على تشغيل المحطات النووية وصيانتها، كما سيتم سفر فريق آخر خلال أيام إلى كوريا الجنوبية لنفس الغرض. معنا على الهاتف دكتور إبراهيم العسيري، كبير مفتشي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير. والله الخبر كويس جدا ان احنا ان شاء الله، يعني ده معنى ذلك ان في خطوات جاده في سبيل ان مصر تحصل على الطاقه الكهربائيه من الطاقه النوويه. عايزين نعرف مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. اصل دلوقتي من ضمن التحديات لاي دوله لسه بتبدا برنامجها النووي، من اهم هذه التحديات هي التدريب واعداد الكوادر. وهذا الموضوع احنا مستمرين فيه من عشرات السنين يعني، بس الفكره كل ما المشروع بيتاجل كل ما الناس بتكبر في السن وبتتحال على المعاش او بتيأس وبتتسرب للخارج. وهل مصر دلوقتي خاليه من اي كوادر صالحه؟ دكتور، هل مصر حاليا خاليه من اي كوادر صالحه لهذا المشروع؟ لا يوجد كوادر، يعني ما عندنا مفعلات التدريب في الجاس والناس بتدرب عليها وعلى تشغيلها. فعندنا الكوادر لكن كل فترة المفاعلات تصلاتها بيحصل فيها تحديث ويحصل فيها تطوير، فلابد من استمرار التدريب. بالإضافة إلى تدريب الكوادر الشابة بقى، يعني في فرق بين المشروع كان هيشتغل سنة 80 ووقف، ودلوقتي احنا 2014. احنا بنتكلم في 30 سنة يا دكتور. الكوادر الشابة باستمرار. طيب عايزين نعرف الفرق المسافرة، معلش أنا أسفة لمقاطعة حضرتك بس عشان بنحاول الوصول إلى العديد من المعلومات في وقت قصير، لكن الفرق أو الفريق اللي هيسافر سواء اللي كان أمريكا أو كوريا، ده هيكون في إطار إيه؟ في إطار اتفاقية، في إطار يعني الإطار اللي هيسافر من خلاله هذه الفرق؟ الولايات المتحدة الأمريكية الفريق سافر خلاص. هي كوريا الجنوبية اللي لسه في دور في خلال 10 أيام هيسافر إن شاء الله. ده في إطار اتفاقات التعاون النووي بيننا وبين هذه الدول. يعني ده من اتفاقات التعاون وبروتوكولات التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا ودول كثيرة يعني. يعني نقدر نقول من خلال هذا التصريح أو من خلال سفر فريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية إنه الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم مصر للحصول على طاقة كهربائية أو في مشروعها النووي؟ والله تدعم، لا شك في ذلك، يعني كل الدول بتدعم وعايزة تتقدم للوقف. يعني عندنا 6 دول كل شوية بتسأل امتى هتطرحوا المواصفات، لأن هم كانوا متوقعين المواصفات تطرح قبل نهاية يناير، فهم باستمرار بيسألوا، سواء كوريا الجنوبية سواء روسيا سواء الصين فرنسا اليابان الولايات المتحدة الأمريكية. بس أمريكا وكوريا يعني نقدر نقول ايه، يعني حد مسافر الشرق وحد مسافر الغرب، هو ده مش غريب شويه؟ لا، اصل التعاون مع جميع دول العالم في شيء، دول بيتدربوا في مجال ودول بيتدربوا في مجال اخر. في مجال لكن التدريب على المحطه النوويه بعينها اللي هنتعاقد عليها، ما لسه ما تطرح المواصفات هتقدموا بالعطاءات بتاعتهم، وسيتم تقييم هذه العطاءات فنيا واقتصاديا وماليا، وبناء عليها يتم اختيار الشركة اللي هتبني هذه المحطة النووية. التدريب على هذه المحطة النووية بعينها سيكون مع هذه الدولة. اللي هو يروح يتدربوا أثناء الإنشاء هنا، هيروح يتدربوا على التشغيل هناك عشان ياخدوا خبرة، يتدربوا على الصيانة وقطع الغيار على نفس هذه المحطة. لا أنا حضرتك يمكن ما وضحتش سؤالي بشكل جيد، أنا قصدي إن هو أمريكا وكوريا، يعني زي ما بنتكلم كده معسكر شرقي ومعسكر غربي، يعني بنتكلم من الناحية السياسية إن إحنا يطلع فريق من عندنا لأمريكا بيتدرب على استخراج الكهرباء من المحطات النووية أو المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفي نفس الوقت فريق لكوريا. ما التدريب في حاجات كثيرة أساسيات لا تتوقف على نوع المحطة سواء من الشرق أو من الغرب. يعني في أساسيات للتدريب دي لا تخضع لأي نوع من الأنواع ولا تخضع للدولة، يعني الكل يبقى متفق عليها. ما عندنا قبل كده في ناس راحت اتدربت في روسيا بالظبط على دفعتين. ده كان قريب ولا كان في الثمانينات؟ لا، السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت 2012 و2013. طب ده في حد ذاته يعني في بالفعل فرق بدأت من سنة التدريب.
2012 طبعا. طب دكتور ابراهيم العسيري كبير مفتشي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المعلومات. ونستكمل مشاهدينا جولتنا الصحفية من جريدة اليوم السابع. الكاف يهدد بحرمان الأندية المصرية من بطولات افريقيا. هدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف أي نادي لا يحمل رخصة المحترفين بالاستبعاد من بطولات إفريقيا العام المقبل، مؤكدا على ضرورة استيفاء جميع شروط مشاركة في بطولات القارة السمراء، ويشمل تهديد الكاف الأندية المصرية على رأسها الأهلي والزمالك. وأخيرا نختتم جولتنا الصحفية من جريدة الجمهورية وعن الطقس. الطقس مائل للبرودة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شتوي بارد على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وأقصى جنوب الصعيد نهارا، وشديد البرودة ليلا على جميع أنحاء الجمهورية. وكده يعني نحاول نتقل في هدومنا بقى، لأنه واضح أن احنا داخلين على موجة باردة، لكن إن شاء الله ما تكونش زي الموجات اللي سبقت ونشوف ثلج. احنا كده كويس قوي والدفع معقول. مشاهدينا كده انتهت جولتنا الصحفية. فاصل قصير ومجموعة مختلفة متنوعة من التقارير من الشارع المصري، انتظرونا. We'll be right back.